أكثر من 100 أسرة تسكن داخل هذا المخيم الواقع في منطقة الصافية مديرية الشمائتين بريف محافظة تعز منذ ما يقارب العامين وهم هنا بعد أن فروا من جحيم حرب الميليشيات الانقلابية. 125 حالة، يعني قتلنا احنا إذا هاربين من الحرب وجاي أمطار، موسم أمطار، وخايفين من الخيام مقطعات. إذا جاء أمطار في معانا نسوان حاملات، في منهن قد ولدين. طول مدة وجودهم في هذا المخيم أثرت بشكل كبير على ظروف معيشتهم وغيرت نمط حياتهم المعتاد، كما حولتهم من أسر منتجة إلى أسر تنتظر ما تقدمه المنظمات الإغاثية. ومعنا شيء طاحن داخل مثل ما نخاف من المطلة ينزل فوقه. نحن نخوض من نخل، نشال من نخل المساعدة، يعني لا الطرابل لا الخيام لا كل حاجة. نشال من نخل، يعني تعبون نحن من قبل الأمطار بطرابي. وضع مأساوي يفتقرون فيه إلى أبسط مقومات العيش الكريم في ظل غياب تام لدور الجهات الحكومية في تلمس همومهم واحتياجاتهم الضرورية. نعيش حياة تعيسة، ليس لدينا أي شيء يعني تلزم لنا، نعاني من الأمراض النفسية، بعض الأطفال يعانون من الأمراض الجازعة مثل الكوليرا مثل الملاريا، نعاني يعني من جميع الأشياء. لعل أكثر ما قد يؤثر عليهم هو عدم تمكن هؤلاء الأطفال من الحصول على حقهم في التعليم، وهو ما ينذر بمستقبل مجهول ليس لهؤلاء فحسب بل لأجيال قادمة بشكل عام. داخل هذه الخيام المهترئة وفي وضع معيشي غاية في الصعوبة أجبرت هذه الأسر على العيش هنا منذ سنوات، وهو ما أثر بشكل مباشر ليس على حاضرهم فحسب بل ومستقبلهم أيضا. فواز الحمادي، قناة بلقيس، من مخيم النازحين بمديرية الشمايتين تعز.